يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل، وقد ترى في الأناس كل مصحح وسالم، وترى فيهم الكل العليم، وفيهم ذوات الفضل الكرائم صويحبات المعروف والخلق الجميل، وفيهم ذوات الكيد ربات الشتائم، قد أخذنا من الأدب الشيء القليل، وأصحاب بدع قد خدعوا البراعم، وقلة من أهل العلم والفكر الأصيل، وكثرة ترعى كما ترعى البهائم، لا العلم ولا الأمر ولا النهي يجدي، والصبر قد عين، والله من ورائهم محيط وعالم، فسلم وسالم ودع الخلق للخالق كما جاء من قبل في التنزيل. عش في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكلنا ضيف والضيف لا بد له من الرحيل. لا تشتكي من الأيام ليس لها مثيل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل، وعيش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل، ولا تبكي على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابكي على صاحب لك خاب ظنك فيه. إني عصيت إن شاء عذبني، ولكن بجميل الستر غطاني، أعصاه فيسترني، أنساه فيذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. سئل أحد العارفين بالله أيهما أحسن، يوسف بن يعقوب أم محمد بن عبد الله؟ قال العارف بالله يوسف من أحسن الناس، أما محمد فهو أحسن الخلق على الإطلاق. يوسف أخذ ستر الجمال فافتتت به النساء، أما محمد بتصلوا عليه أخذ الجمال كله ولم يفتتن به النساء، لأن الله كسى جمال محمد بجلال نوره. إخوة الإيمان والإسلام، استهلالا لهذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة تكريم وليلة عزاء المغفور له بإذن الله الحاج محمد عطية طعيمة، والد معالي الدكتور محمد عطية طعيمة، والأستاذ عطية محمد عطية طعيمة، والأستاذ السيد عطية محمد عطية طعيمة. الله أسأل أن يجعل بيتنا في هذه الليلة يتقاطر على قبره على هيئة نور، آمين يا رب العالمين. نجلس سويا على أعظم مأدبة، هي مأدبة القرآن الكريم، خير كلام مع خير أداء، أداء موج البحار لملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك القارب الإذاعة والتلفزيون، والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والاحتفالات والأمسيات الدينية. أسأل الله العلي العظيم له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل معالي الدكتور إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى
الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا
ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا Oh!
ربنا يتقبل منكم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي. رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام. ولم يمسسني بشر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ولم أك بغيا. قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك
ولنجعله رحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا فحملته فانتبذت به مكانا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا فأجاءها المخاض فأجاءها المخاض
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وهزي إليك بجذع النخلة
التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من
صبيا قال إني عبد الله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبرًا بوالدتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له
وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. هو الإسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرسنا حده سبتا قويا، ومنا معشرا كانوا كراما، رعوه بكرة ورعوا عشيا، فأولاهم إله العرش حبا، وناداهم وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليه، لأن لهم مكانهم العلي، فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت، لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إلهي قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جميع الدول العربية والإسلامية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرج، كبرى مخازن الفراش الذهبية الحديثة الكبرى ومكبرات الصوت والإنارة، وصاحبها الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي، وحدة التصوير والبث الهوائي، وحدة نور القرآن، إدارة الباش مهندس هيثم ممدوح، مباشر الإبراهيمية شرقية، أسرة الراحل الكريم.